بابا لو سمحت توافق بترجاك، مو انت اللي كنت عم تقلي من كم يوم انه ما دام رح نكون عيلة وحدة المفروض نوقف جنب بعض، هيك لازم وبدنا ندعم بعضنا بكل قوتنا كمان. ماجد المفروض يبعد عن البيت يوم بهاي الفترة، اذا بتسمح لي انا حابة اني يكون معه بهذا اليوم، واذا بدك كمان بتصل كل ساعة فيك يعني حتى تكون مرتاح، شو ما بدك بنفذ، بس اذا ممكن اسمح لي يكون جنب ماجد بابا لو سمحت توافق. لا ما فيكي يا ناريمان، في شرط واحد ممكن يخليني أقبله بس. ماني مصدقة عمي فايز سمح لك؟ ايه فخرية مالي مصدقة مثلك بنوب. اسمعي هلأ صار دورك انتي لتاخدي الإذن اليوم. ما فهمت. ايه فخرية بابا هو بنفسه طلب، يعني إذا انتي ما بتروحي ما بروح. ناريمان شبك أنا كيف هلأ رح أخبر جهاد؟ أصلاً أنا وياه مو صحبة. لك شوفي تحججي له بأي شيء هلأ فخرية، مثلاً يعني إذا عمي فايز سمح لنا أنت ما رح تسمح لنا، فيكي تقولي له هيك شبك. عن جد إذا فايز سمح لنا يعني هو مين؟ بروح بحكي وبحاول معه.